السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هعمل معاكم العيش التوست دوت. العيش التوست ده اللي هو العيش الغامق، طبعا ده بعيش غامق اهو، بدقيق غامق. يلا بينا على المقادير عشان نشوف هنعمله بسم ازاي. الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض عيش توست بر، عيش توست يعني بالدقيق الأسمر كده زي ما حضرتك شايفة كده، ده دي اسمر مش ابيض. طبعا ده صحي 100%. معايا معلقه ملح صغيره اهي احطها هنا. طيب معايا ايه تاني؟ معايا معلقه خميره ومعلقه سكر كده، احطها على ميه دافيه كده عشان ايه ننشط الخميره بتاعتنا. اهو بالشكل كده، هاخد لها ايه معلقه دقيق كده احطها عليها عشان ننشط الخميره بتاعتنا، وادوبها كده واركنها جانبا بالشكل ده كده زي ما حضرتك شايفه. دابت الخميرة وندوب السكر كده مع بعض. هعمل ايه تاني؟ طبعا معايا ده مية دافية للعجن، هركنها كده جانبا كده واغطيها اهو. معايا هنا ايه؟ معايا 4 معالق زيت، هنحطهم كده على الدقيق بتاعنا. طبعا زيت يكون زيت ايه، عايزة تحطي زيت زيتون زيت ذرة نضيف زي ما انت عاوزة. وطبعا معايا ميه دافيه هنا للعجنه اهيت، هناخد على الدقيق على قد ما هياخد. طبعا كل دقيق حسب الرطوبه بتاعته زي ما قلت لكم قبل كده. هشغل دلوقتي على الزيت وعلى الملح وعلى الدقيق بالشكل ده كده. زي ما حضرتك شايفه كده، واحط ميه شويه شويه كده. طبعا دقيق دوت كيلو دقيق اللي حاجه بسيطه. هشوف دلوقتي هياخد قد ايه ميه معايا. طبعا انا معايا ربع كوبايه ميه اللي هي فيها الخميره، ودي كانت كوبايه ميه اهي. الميه تكون دافيه عشان الميه السخنه بتقتل العجينه، كل مره بقول نفس الكلام ده. طيب دلوقتي انا هحط الخميره اهوت عشان اكمل عجن، عشان برضو ايه مش عايزه اطول الفيديو عليكم. طبعا المعلقه هنا فيها خميره فبنزلها كده اهو زي ما حضرتك شايفه كده، مش عايزه اسيب حاجه في المعلقه. وطبعا هحط الخميره بتاعتي بايه ربع كوبايه الميه دي، وهنشوف انا عاوز ميه تاني ايه، وهنحط برده لو عايزه ما عايزتش خلاص. ان شاء الله نشوف مع بعض برده العجينه هيبقى شكلها عامل ازاي، بس لازم تتعجن كويس قوي. هروح انا بقى شويه كده وبعدين ارجع لكم تاني. خليكم شايفين العجينه بتاعتي لمت اهي خالص زي ما حضرتك شايفه كده. خدت من الكوبايه بتاعتي ديت الكيلو دي، خدت كوبايتين الا ربع ليهم اهي، ما شاء الله زي الفل زي ما حضرتك شايفه كده اهي، جميله جدا جدا. طبعا انا بقى ايه هتركها تريح، وبعدين ايه نشوف هنشتغل فيها ازاي. التوست البر بتاعي ده جميل ده. هلم العجينه بتاعتي بقى. هبدا العجين بتاعي كده بقى عشان ايه نوسع المكان. زي ما انت شايفه كده هلمها بقى واحطها في كيس، مش هتاخد حاجه في الخمره بتاعها اهي زي ما بنقعد عشان ايه نشوف هنعمل ايه. تمام اهو زي الفل اهي، جميله جدا جدا جدا، بتلزق سنه صغيره قوي يا جماعه. ها اهي خلي بالك بقى، نحطها في كيس ونرجع مع بعض تاني ان شاء الله عشان نشوف العجينه الحلوه بتاعتنا دي هنشتغل فيها ازاي. شايفين بتلزق بسيط خالص في الايد كده، هحطها في كيس تلاجه كده نضيف اهو. كده بالشكل ده كده، ونرجع كده ان شاء الله بعد شويه عشان نشوف العجينه بتاعتنا دي ايه عملت ايه معانا. خليكم معانا. بصوا ما شاء الله خمرت وبقت عامله ازاي. انا دلوقتي بقى ايه حطيت تحتيها رشه دقيق كده بالشكل ده، وابتدي ايه المها كده اهو بالشكل ده برضو. حط
احط لها دقيق كده لانها بتلزق زي ما انت شايفه كده حضرتك اهو، واقسمها ايه نصين. نجيب القطعه بتاعنا نقسمها نصين كده ونركن دي جنبها بالشكل ده كده، وهنفرد بقى ايه ده كده بالشكل ده. هنحط بس رشة دقيق كده لانها عماله تلزق جدا جدا في الايد كده، عشان نعرف ايه نفردها ونشتغل فيها. زي ما انت شايفة كده نعمل كده، يا رب يكون واضح كده في الكاميرا، ونتني ونعمل كده اهو. ونلمها كده على بعضها كده بالشكل ده، واحطها في ايه، احطها هنا. هجيب نقطة زيت ونمسحها بمنديل خفيف جدا جدا بس عشان ما تلزقش. طبعا القوالب دي موجوده في كل مكان دلوقتي، نجيب منديل بس ونمسحه من كل حته، منديل مطبخ كده وتمسحي بيه الجوانب كده اهو. هنشيلها بقى ايه، نحطها على القفله بتاعتها كده، وهنركنها هنا وجانبا، ونعمل التانيه هنغطيها كده اهو بالفوطه بتاعتنا. ونفرد التاني نفس الشيء برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب سنه دقيق كده عشان ما تلزقش معانا في المردانه. بس بسم الله. وهنسيبه طبعا يخمر تاني، وقبل ما ادخله الفرن هوريكم انا هعمل فيه ايه برضو. بسم الله. معلش يا جماعه الجو حر جدا جدا، بس ما تنسونيش في اللايك والشير والتعليقات بتاعتكم الجميله بتفرحني. نبتدي بقى نلمه كده. كده بالشكل ده تعملي كده. بالشكل ده كده. شايفين العجينة عشان طرية جدا جدا. ودي كمان معانا ايه الرغيف التاني اهو. ودي برضو ايه هنمسح برضو نفس الشيء. مسحة خفيفة اوي كده بالشكل ده. طبعا زي ما قلت لحضرتك ده بيتباع في كل مكان بجميع الاحجام والاشكال اهوت، وده طبعا بيبقى سهل جدا. طبعا ما تنسيش تقفلي كده. وهنيجي بقى هنا نحطه ايه، نحطه على القفله بتاعتنا دي كده، ونفس الشيء هنغطيه اهو. عملت اتنين توست اهو، ان شاء الله باذن الله يخمر معانا ونرجع مع بعض عشان نشوف هنعمل فيه ايه. خليكم معايا ان شاء الله. حضراتكم شايفين كده ما شاء الله ضعف حجمه. انا بقى هديله بالشفره دي، الشفره دي طبعا مش مستعمله، لازم تكون شفره حاميه جدا. هديله فتحه كده هنا وهنا. طبعا هحط عليه ايه بعض الدقيق كده شويه صغيره كده بالشكل ده، وايه وهجيب شوفان كده احطه عليه كده بالشكل ده كده، شويه شوفان كده. ايه شويه لب كده بالشكل ده كده زي ما بتشوفوا كده، وهو مستوي كده وطالع من الفرن كده اهو، في الافران جاهزه بالشكل ده كده.
وطبعا هدخله الفرن. انا حطيت طبعا حله فيها ميه مغليه عشان تديله طراوه، يبقى مقرمش من بره وطري من جوه. هدخله الفرن ان شاء الله، ولما يطلع مع بعض كده نشوف هيبقى عامل ازاي ان شاء الله. خليكم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا طلع اهوت لسه سخن جدا يا جماعه، بس ريحته جميله جدا. بحاول كده ايه اطلعه عشان نفسي افتحه قوي قدامكم. ده العيش التوست بتاعنا اهوت، شايفين ما شاء الله سخن جدا جدا. انا هفتح ده معاكم، بس ده مش هقدر اطلعه بقى دلوقتي لانه سخن قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. سخن جدا جدا بطريقة اول كده ايه اقطع حته معاكم عشان تشوفوا من جوه، بس هو المفروض يبرد. بسم الله ما شاء الله، خمران خمر بقى، شكله جميل جدا جدا زي ما انت شايفه كده. شايفين ما شاء الله الخمر بتاعه عامل ازاي. ان شاء الله باذن الله تجربوا وتقولوا لي ويعجبكم. والطعم طبعا هيبقى شهي جدا. العيش البر اللي معاكم او العيش الاسمر ده بيبقى طعمه حنطه وطعمه جميل جدا. ان شاء الله من هنا المره الجايه هقول لكم هتوحشوني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ومع الف سلامه اشوفكم بخير دايما سعداء.